واحد من الألبسة التقليدية المعروفة في المغرب العربي ككل، يعد رمز الثقافة الجزائرية الضاربة في جذور التاريخ. الكثير من الأجيال عاشت زمن الحايك الذي زاد جداتنا وأمهاتنا بهاء وحياء. أصل تسمية الحايك أو الحيكة، ويسمى بالتلحيفة، ذو أصل أندلسي، ويسمى في تونس السفساري، وكان يسمى في الأندلس بالملحفة. انتشر الحايك سريعا في جميع أنحاء المغرب العربي، وهو لباس يصنع من قماش أبيض اللون تقتنيه المرأة الجزائرية لإخفاء جسمها، وأحيانا تضاف له قطعة قماش صغيرة لتغطية الوجه وتسمى العجار، وهو ما جعله رمز السترة والأصالة. عرف الحايك في معظم ولايات الجزائر من شرقها ووسطها وحتى غربها رغم اختلاف تسميته، ففي الشرق ينادونه الكساء أو الكسا، وفي الوسط الحايك، وتنوع باختلاف المناطق. ففي أقصى الصحراء الجزائرية ينتشر ما يسمى بالحايك المرمى، وهو من أغلى أنواع الحايك. أما الحايك العشعشي المعروف في غرب الجزائر وبالتحديد في مدينة تلمسان، فيختلف عن الحايك المرمى لكونه ذا تطريز باللون الأصفر تلبسه عامة نساء المدينة. وأخيراً الحايك السفساري في شرق الجزائر ظهر مع اللاجئين الأندلسيين وأصبح من عادات نساء الشرق. مع مرور الزمن والسنون افتقدنا هذا اللباس الأصيل داخل المجتمع الجزائري. هنا ظهرت مجموعة جمعيات تنشطها نسوة جزائريات لإطلاق عدة مبادرات، محاولة منهن إحياء هذا الزي التقليدي من جديد وإعادة مكانته، لأنه يبرز الهوية وجزء من الثقافة الجزائرية.